هلا بدنا ناخذ البنية الرئيسية لأي موقع عنا في العالم، تمام؟ البنية الرئيسية اللي هي مكونة من ال HTML، كود ال HTML لأي موقع عندي لازم يكون يحتوي على هاي البنية الرئيسية. شو هي؟ في شيء اسمه عندي doctype.html، هذا التاج لما اكتبه انا بيعني انه انا عم بستخدم HTML version 5، الإصدار الأخير. لما أكتب HTML doctype HTML يعني عم كلم كاتب المتصفح يلي بده يعمل لي رن أو تشغيل للموقع، إنه أنا هلا عم بدي أكتب الكود اللي تحت باقي HTML بلغة HTML إصدار الأخير موجود عندي هلا. نحن عم نكتب فيه الخامس. طيب شو الفرق الإصدار مثلا الخمسة عن الأربعة؟ فرق بسيط إنه بيصير في عندي تحديث، تعديلات، تحديث جديد. يصير عندي في اضافات جديده على كل اصدار جديد عم يطلع. طيب تاج ال HTML مثل ما ملاحظين هون عندي الفتحه وهون عندي الاغلاق، هو الروت الاليمنت تبع ال HTML، هو الكود، هو الاليمنت او العنصر او التاج الرئيسي اللي بيحمل كل الصفحه، تمام. هلا عندي الهيد، تاج الهيد هون الفتحه هون الاغلاق، هي بتحكي information about the page، معلومات عن الصفحه عندي، يعني مثلا عنوان الصفحه، مين مثلا مين عاملها، مين الاوثر، مين عاملها، كلمات مفتاحيه بتحكي عن الصفحه وهكذا، كل هذا حناخذه طبعا. بعدين جوا الهيد عندي هون هي الفتح والاغلاق، في عندي شيء اسمه مثلا تايتل، تمام. التايتل هي هي هذا التاج او هذا العنصر او الاليمنت هذا لما انا بكتبه بكتب هون كلمه دوكيمنت او اي كلمه بدي اياها، معناته انا هون عم بعطي عنوان للصفحه بيج تايتل. كل هذا الدرس القادم اللي بعده حنشوفه عملي. طيب عندي هون تاج اسمه بادي تحت الهيد، في عندي البادي، البادي هو كل العناصر اللي بده تظهر للمستخدم بكتبها بقلب البادي، تمام. What will be displayed on the page، كل العناصر او كل شيء محتوى بدي اياه يظهر للمستخدم، صوره، كلام وهكذا.